إلا لأنه شامل قال لك يا أمي، صح؟ مشان الله يا أبو نزار. إي والله لا تحكي، وهي حلفت، إذا بدك يعني ادخل على النار ما بتحكي، مشان خاطري احكي. أنا كان عندي ولدين، الكبير يوسف والصغير ياسر. الصغير أعطاك عمره قبل ما يطبق ال20. مرض؟ لا، حادث سيارة. ويوسف ليش موتيه بقلبك؟ لما مات المرحوم ما صفي لي بالدنيا غيره. اشتغلت خدامي لحتى ربي. اشتغل عامل باطون على قده. تمنيت مثل أي أم إني جوزه وشوف ولاده قبل ما أموت. في جماعة هيك شروك بالخير أكرموني وساعدوني لحتى تزوجته. طبعا البنت أنا اخترتها، كانت يتيمة وعايشة عند مرت أب. طبعا أنا سكنتهم عندي بالبيت. البيت اللي ترك لكم اياه المرحوم يعني؟ هو بيت بالإجرة، مكون من غرفتين وأرض ديار بحارة الجورة. بس بعد ما تزوجوا بأقل من شهر، بعلمي كانت تنادي لي ماما، وبعلمي ما كانت تخليني مد ايدي على شغل البيت ابدا، وبعلمي حتى كاسة المي كانت تجيب لي اياها لتختي، وبعلمي ما عادت طايقة تشوفني بالبيت، ضلت تناكدني وضلت تضايقني لحتى طفشت وتركت لهم البيت. العمى وابنك ساكت؟ ابني صار يجي معه. بدك يعني طلقها؟ انتي ما بتحبي اياها، انتي بدك تخربي بيتي. وانتي وانتي ايه؟ وين رحتي؟ رحت قعدت عن جارتي بالحارة، هي وحدانية مثلي كمان. وعرف ابنك انك سكنتي عندها؟ البيت جنب البيت، ضليت ساكنة عندها 3 أشهر بالحارة بدون ما اشوف وشو وبدون ما يسأل عني حتى. معقول؟ شو قلبه من حجر؟ هو ما صدق انت انا تركت البيت، ليش لحتى يسأل عني؟ لحتى ارجع؟ بس يعني وقت اللي اشتغلت عندك وقلت لي نامي بالفيلا، وقتها بس تركت الجارة وضليت. من وقت ما اشتغلتي عندي ما شفتيه ابدا؟ ولا بدي اشوفه، ولا بدي اشوفه. لا يا ام يوسف، اللي عملتيه غلط، بضل ابنك وبتضلي انتي امه. يمكن هلا ندم. لو كان ندم كان سأل عني بهال3 أشهر اللي قعدتهم بالحارة. معقولة في ولاد بالدنيا هيك؟ وما بدك يعني موته من قلبي يا أبو نزار؟ ما بدك يعني موته؟ بس بصراحة، بصراحة يا يوسف، يعني ما بيخطر على بالك؟ ما بتحني له؟ إله لا، بس كنت أنا حابة أشوف ولاده إذا كان عنده أولاد. طيب إذا عنده أولاد؟ أنا حكيت لك وجعي، أنت ما بدك تحكي لي وجعك؟ ها بلا، لك طبعا بدي أحكي لك، بس بصراحة أنا شفتي لي ريقي. شو يعني؟ يعني أنا هلأ تعبت، خلينا نأجلها لبكرة، بكرة مثل هلأ بنقعد وبحكي لك كل شيء. يا ترى هذا البيت ولا هاد؟ عمو، بيت يوسف البكري وين؟ هون. مرحبا. أهلين. عفواً، هون بيت السيد يوسف البكري؟ ايه هو موجود؟
لا خير، شو بدك منه؟ كنت بدي اشوفه مشان شغلي، امتى بيرجع؟ راح يدور على شغل، امتى بيرجع؟ لا مرته ولا اولاده بيعرفوا. عنده اولاد؟ ثلاثة، ولدين وبنت. طيب وامه، ام يوسف هي بالبيت؟ انت بتعرفه منيح ليوسف؟ طبعا بعرفه. ومن امتى؟ وليش عم تسأل؟ إيه لأنه أمه صلى 6 سنين غائبة وحدا بيعرف الأثر. شو هالحكي؟ أنت ما بتعرفه ليوسف. بقى لي بصراحة، شو بدك منه؟ بدي شوفه. يعني جايب له شغل مثلا؟ إيه نعم. إذا هيك بارك الله فيك، تكسب فيه وبعيلته 100 حسنة. بس أنا بعرف أنه كان يشتغل نجار باطون. مظبوط، هذا قبل ما يوقع عن سقالة وينكسر ظهره. كسر ظهره؟ ايه، صار عامل عمليتين المسكين، بس ما في فايدة انعطى. بيمشي وبيروح وبيجي بس ما بيقدر على التعب، وضغري بتنمي رجلي وبيبلق بالأرض. طيب لكن هلا شو عم يشتغل؟ هلي بلاقي ناطور بناية، أحيانا بيجيب شوية خضرة ببسطها هون وبيبيعها، بيبيع صبارة، فول نابي، درق، يعني هلي بلاقي. لهالدرجة حالته واصلة؟ انت شو وصلك يا أخ؟ مرة بتقلي بتعرفه من زمان، مرة بتقلي ملاقي له شغل، مرة بتقلي ما بتعرف شو بيشتغل. ارسيلك على بر، حاكيني بصراحة لفيدك. طيب فيني فوت شوف عيلته؟ قصدي بس ولاده. صدقني لصالحهم وصالحه. إذا هيك شرف. يلا يلا تفضل أخي. يلا يلا يا ساتر. معلش اختي ام محمود، معنا ضيف. اسف اختي. ما في داعي تحكي معها لانه ما بتسمع. شلون؟ وما بتحكي. خرسة وطرشة. بس انا بعرف غيري. بتعرف وقت تزوجت ما كان في هالشيء. هذا اللي صار فيها بعد الزواج. كيف؟ يا سيدي انفجرت قنينة الغاز وهي جنبها، وقام نزل الدم من ادانيها، هذا غير الرعبه اللي قتلتها. اخذت كم يوم بالمستشفى، بعدين زوجها طالعها وقال انها ما عادت تسمع، واللي ما بيسمع مع الايام والمده ما عاد بيحكي. وهلا هالمسكينه يا دوب تحكي تاتا. لا حول ولا قوه الا بالله. وامتى صارت الحادثه؟ يعني من شي حوالي 4-5 سنين هيك شي. اسف، هل شفت عيلته كلها؟ اللي بقى كيف لصالحه وصالحهم؟ شو راح تعمل؟ أول شيء طيور هدول. ها شو هالحكي؟ مثل ما حكيت لك، هذا اللي صار معي. هلا أنت لما رحت سألتك وين رايح، قلت لي رايح تشوف رفيقك، مزبوط؟ أنا رحت شفق على أم يوسف، بركي بيلتم شملة على ابنها. طيب أنت منين عرفت إنه أم يوسف عندها ولد؟ هي حكت لي. ما شاء الله، 6 سنين عايشة معي حتى قالت لي، وانت من اول شهر حكت لك. عمي السر متى ما طلع لواحد بيطلع للثاني والثالث، ولو ما انت اقنعتها تحكي لك ما كانت حكت لي بعدين. المهم شو ناوي تعمل هلا؟ بدي اجتمع بابنه واقنعه يجيب اولاده ويشوف امه. لو كان بده يشوفها كان دور عليها ولقاها. بس هن هلا بحاجه لبعضهم كتير، خاصة ابنه ومرته وولاده. إيش؟ كل هاد حالتهم سيئة يعني؟ تحت الأرض بمئة درجة. طيب أنت إمتى ناوي تجتمع فيه؟ لو ما عنا ضيوف كنت رحت المساء. خلص بكرة إن شاء الله. طيب لكن بكرة بتاخذني معك ها؟ وأنا قلت لك لحتى تروح وتشوف بعينك. طيب شو بدي أقول لك؟ لا تقول شيء لأم يوسف ها؟ لأنه ترك لها مفاجأة. بشو عم تتوتوتوا؟ عم نحكي عليكي. علي انا؟ ايه ما بيطلع لكم. ما بيطلع لكم منوب منوب. لا بيطلع لنا، مالك شايف جدينا مليانة تراب لهلا ما انشطفيت؟ وشلون بدي اشطفى؟ ما انا عم ساعد شامل بالطبخ. هلا شامل طالب منك انك تساعديه. الله يسامحك يا ابو نزار. مثل ما بدك. ليش زعلتها؟ انا زعلتها؟ هي بتزعل هي، لك بتزعل بلد وهي ما بتزعل. صلحت الفيديو؟ مو قلت لي مو مستعجل عليه؟ اي لا صحيح مزبوط مو مستعجل عليه. خلاص خلاص روح للشغلات انت روح. شلون قالت لي بيشبه شامل؟ ما في شيء بيشبهه.
قلنا لكم أهلا وسهلا. البيت بيتكم ولو أنه ما في شي نضيفكم إياه. يعني بقصد ما في شي من قيمتكم. حكي لك كلمة أبو نزار. والله ما تشوفوا أنهم يوسف لا تموت طقيق. طيب ارتاحوا. نحن مو جايين نرتاح، جايين نحكي معك كلمتين. بس ما عم تحكوا. ولا نرتاح بالأول لنعرف حالنا واقفين فوق الأرض ولا تحتها؟ لا فوقها. طبعا فوقها، بس عمو أبو نزار بيحب يمزح. أهلا وسهلا. في عندك أوضة جوا نقدر نحكي فيها كلمتين على رواق؟ عندي أوضة بس ما بنقعد فيها. سيدي مو ضروري نقعد، المهم إنه نحكي لحالنا. اطمن مرتي لا بتسمع ولا بتحكي، ولادي صغار مثل ما انك شايف. تفضلوا استريحوا. تفضل استاذ، تفضل. اهلا وسهلا، رح اضيفكم شاي. ما تعذب حالك اخي يوسف. عذابك الراحة، ما يهمك استاذ، تفضل. اعطيني 10 دقائق بفضلك. أمرك. صار لك زمان ساكن بهالبيت؟ ايه، من ايام ابي الله يرحمه استأجروا ايام الرخص. ايوه، وامك ساكنة معكم؟ امي لا. امك كمان مرحومة؟ لا، قصدي ما بعرف. ما بتعرف إذا أمك ميتة ولا لا؟ لا مو هيك. لكم كيف؟ صار لي شي 6 سنين ما شفتها ولا بعرف عنها شي. شو هالحكي؟ في حدا ما بيعرف عن أمه شي؟ بصراحة هي طلعت زعلانة من البيت. أنت زعلتها؟ أنا ومرتي. ليش؟ يعني إذا ما بيصير سئلي أنا ما بحب أفتح هذا الموضوع. أيوه، يعني أنت ما بتشتاق لها؟ مثلاً ما حاولت تعرف وين أراضيها؟ بيصير؟ قعدت 2 سنين دور عليها بعدين قطعت الأمل. وبعد قديش دورت عليها؟ يعني بعد ما طلعت من الحارة بشي سنة. سنة؟ سنة ما حاولت تسأل عنها أبداً؟ مشان الله تركوني بهمي. وكيف حتى طلعت دورت عليها؟ ظاهر ندمت على الشيء اللي عملته معها أنت ومرتك؟ قلنا لكم مشان الله. وإذا قلنا لك إنه نحن جايين نحكي بموضوع أمك، تعرفوا وينها؟ ليش إذا عرفت وينها بتروح بتشوفها؟ حافي عريان، دخيل عرضكم، إذا بتعرفوا وينها قولوا لي. ما منقل لك لنعرف ليش هيك عملت فيها. مو أنا، مرتي. أنا ومرتي. وينها هلا؟ ما منقل لك لنعرف ليش الولد بيكب أمه بالشارع. غير هيك ما رح نخليك تشم ريحتها. الشيطان. طمع عمل قلبه العيون. ومرتي هي اللي بلشت. ما قدرت تشوفها بقى بالبيت ابدا، وانا ما كنت اقدر الا لا. بس لامك قلت لها لا. لامك؟ امي دمرت حياتنا. دمرت حياتكم؟ كل شيء شايفينه قدام عيونكم من خطيتها. من يوم ما اختفت المصايب نازله فوق راسنا. مرتي انفجرت فيها قنينة الغاز، وانا وقعت عن السؤال وكنت حموت، ويا ريتني متت ما
من يوم ما عاد قدرت اشتغل. وليك يوم بشتغل وعشرة لا. الله وكيلك اللقمة ما عم نشبعها. لولا احسان الجيران لكان كل واحد مننا مكفن. يعني انت بتظن الله عاقبك لانك عملت هيك بامار؟ هاي ما بدها كلام. لسه عقابه ما خلص. انا بستاهل. ومرتي بتستاهل. بس ولادي شو ذنبهم؟ ليش لا يتمرمطوا معنا؟ ما بتعرف المثل اللي بيقول الآباء يأكلون الحصرهم والأبناء يدرسون؟ بس بزمتك هذا عدل. طلع على زهرة، طلع على الأولاد، دم ما في بعروقهم. إذا أنا كنت سميتها زهرة؟ لأسم أمي. بس بعد شو؟ أنا شو ما عمل فيه ربنا قليل. يا لطيف يا لطيف على البني آدم، ما بيشوف إلا بعد ما بيوقع. هاي قلت لكم كل شيء، اعترفت لكم بذنبي. أنا ولد عاق، مجرم، حقير. أنا ماني طالب من ربنا غير إن أمي تسامحني وموت تحت رجليها. أكيد حابب تشوفها يا يوسف. كيف صحتها؟ إن شاء الله لساتها قوية. وين كانت كل هالمدة؟ كانت عم تشتغل عندي خدامة ولساتها. يا سلام، قديش الولد بيكون سعيد لما بيعرف أمه عم تشتغل عند الناس. قديش بيشعر بالعظمة لما بيتنكر لأمه اللي ولدته وربته وكبرته وعملته رجال. مشان الله بيكفي، بيكفي مشان الله. خذ هدول تياب إلك ولمرتك ولولادك، خليهم يلبسوها مشان نروح سوا ونشوفها. يعني نروح بس بلا مرتي، لأنه إذا أمي شافتها ظاهر ما بتعرف أمك لهلا. أنت لك يا بي شو أبو النزار؟ لك أنت ما بتشبعي من القراية؟ أنت وين كنت لهلا أنت وشامل؟ مريت أنا ويانا عند أبوه وجبناه معنا. يعني رح يناموا عنا هون؟ يا ريت تقنعي أنت، أنا طلبت منه بس مو هيئته رح يقبل. رح يقبل ورح ينام مع ابنه هون وهلأ بتشوف. تعالي هون شوف وقف. نعم. أنا شو قلت لك قبل ما أطلع؟ شو قلت لي؟ ما قلت لك لبسي فستان جديد غير هاد؟ إيش شو المناسبة؟ أبو شامل غريب؟ هلأ بغير ما يكون غريب، أنا قلت لك غير الفستان، لبسي واحد جديد يعني لبسي واحد جديد. حاضر. تعالي هون. نعم. جاي لهون لشو؟ يا ريت كمان يعني تتكرمي وتحطي شوية شو بسموه هذا مكياج، يعني شوية حمرة. لك ابو نزار شو صاير لك انت؟ هلا بدك تطلعي لي عصبيتي انت ولا شلون؟ لا والله شايفتك عم تشتغل فيي. خلص ولا كلمة. بس لا تحطي ايدي يعني خفيف شوية حمرة، وانا واقف عم انتظرك هون. يلا هون. فغراني وحلياني يا أمي. أبداً ما صحي إنك عم تشتغلي خدامي. هاي زهرة أمي. هذا زكي على اسم أبي، وهذا إسماعيل على اسم أبوك الله يرحمه.